السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. وأخيرا اتحاد اليوتيوبرز لفن الطبخ غادي يقدم لكم ثالث تعاون اللي غادي يكون عبارة على مائدة ديال رمضان. هاد العمل اللي خدام لنا أكثر من 4 أشهر ديال العمل والتخطيط باش نخرجوه لليوتيوب. فغادي نبداو مع حلويات خديجة اللي غادي تقدم لنا فطيرة ديال نوار الشمس. طريقة غادي تقدم لنا مربعات بالبطاطس والطون والسوريمي. وحلويات فاتن غادي تقدم لنا كورني بحشوة اقتصادية. اما مطبخ ام مصطفى غادي تقدم لنا سيجار بحشوه جديده، ومريان غادي تقدم لنا كورني محشو بطريقه جديده، وكويزين حنان غادي تقدم لنا بسطيلات ديال الدجاج بطريقه لف جديده، شيوه جميله غادي تقدم لنا سيجار حلو باللوز والبخاليني، طبخ ليلى غادي تقدم لنا ملوي مورق، وشيوه كوزين غادي تقدم لنا محنشات ملحين مع حسوه ديال البلبوله، دوق وحكم غادي تقدم لنا بغرير بجوج نكهات وقطايف، سوسو كيتشين غادي تقدم لكم بليغات بالزنجلان، غطات امل قنطري غادي تقدم لكم حريشات معمرين هشاش وساهلين، وانا غادي نقدم لكم مملحات العجين مورق السريع، وشهيوات ماري غادي تقدم لكم حريره بالخميره البلديه، كويزين ام نضال غادي تقدم لكم سلو صحي وتمر معمر، حلويات النخيل غادي تقدم لكم رغايف معمرين في الفرن، وفاطمه ازوكا غادي تقدم لكم 4 اشكال بطبوط بحشوات مختلفه، سمير الحميدة غادي تقدم لكم شباكيه بالبخاليني، وكليكوك غادي تقدم لكم مقروط بنكهه ديال الشباكيه. كانوا هادو هما الوصفات اللي غادي نقدموا لكم، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تزورونا في الصفحه الرسميه ديالنا والمجموعه في الفيسبوك وتشجعونا ودعمونا للمزيد من التعاونات. والان ندوزوا للوصفه ديال اليوم. اذا بالنسبه للوصفه اللي غادي نقدم لكم انا، كيف ما قلت لكم من قبل، مملحات بالعجين المورق السريع، كيجيو رائعين جدا، سهلين في التحضير. يعني العجين المورق ماشي كيف ما تعودنا نصايبوه، هذا كيكون اسرع واسهل بكثير، وكيجي النتيجه جد رائعه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم نال اعجابكم وفرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبداو على بركه الله كيف ما العاده. في اناء كنديروا 500 غرام من الدقيق الابيض او الفرس او الفرينه، كنزيدوا ملعقه كبيره من السكر، 4 معالق من الزيت النباتيه، ملعقه صغيره من الملح. صافي، هادو هما المكونات. غادي نحتاجو الان الماء بارد، نستعملو ماء من التلاجة. كنبداو نخلطو، حنا كنزيدو في الماء حسب الحاجة بالنسبة للكمية ديال الماء، مكاين شي كمية محددة. المهم خصكم تجمعو واحد العجينة اللي ما تكونش كتلصق في اليدين، تكون يعني شادة راسها، في نفس الوقت ما تكونش قاسحة باش ما تصعبش علينا الخدمة. بعد ما كنجمعو العجينة ديالتنا، هذا هو الشكل ديالها. كنحاول انني ندلكها واحد جوج دقايق فوق سطح العمل، ما ندلكوهاش كتر من القياس، يعني ما نفوتوش جوج دقايق فقط. المكونات نتاكدوا ان المكونات مندمجين جيدا، ونرجعوها في الاناء ونخليوها ترتاح. فاش كترتاح لي العجينه تقريبا واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، كناخذ هنايا الزبده ديال التوريق او زبده المرغرين من 300 غرام. كيف ما كتلاحظوا كنحكوها في الحكاكه ديال الخضر الجهه الغليظه، خصها تكون بارده مزيان، يعني نحتفظوا بها في المجمد. من بعد كنحكوها حتى كتولي لنا على هذا الشكل. من بعد غادي ناخذوا العجينه ديالتنا، كنرشوها شويه ديال الدقيق وكنطلقوها مزيان على الشكل ديال المستطيل. فاش كنطلق العجينه ديالتي على الشكل ديال المستطيل، كنجيب نص ديال الكميه ديال الزبده ديال التوريق او المارغرين، وكنوزعها على هذا الشكل هذا على الثلثين ديال العجين، وكنخليو الثلث بلا ما نديرو فيه حتى حاجه. حاولوا اننا نوزعوها بكميه متساويه على هذا الشكل. وهنا كنهزو داك الثلث ديال العجين اللي خليناه خاوي، وكنرجعو فوق من الزبده على هذا الشكل هذا. كنحاول انني نسد جيدا الاطراف ديال العجين باش ما تخرجليش الزبده، ونعاود عاوتاني نطوي داك الطرف فوق من الطرف اللي فيه الزبده. كنقلب العجين او المستطيل ديالي ديال العجين، وكنحاول انني نوصل العجين مزيان ونسد مزيان مزيان باش ما تخرجليش الزبده. مباشره من بعد ما كندير هذه العمليه، كنعاود نطلق هذا المستطيل ديال العجين بالمساعده ديال شويه ديال الدقيق، كنطلقوه على شكل ديال المستطيل بحال المره الاولى. هنا من بعد ما طلقت العجينه على الشكل ديال المستطيل المره الثانيه، دابا غادي ناخذ وغادي نكرر نفس العمليه اللي درنا في المره الاولى. كنجيب النص المتبقي ديال الزبده وكنوزعها بنفس الطريقه اللي وزعناها في المره الاولى.
كنبقاو متبعين بنفس الطريقه، كنقلبوا العجين اللي ما فيهش الطرف ديال العجين او الثلث اللي ما فيهش الزبده على الثلث الاخر، وهكذا حتى كنحصلوا على العجين ديالنا بهذا الشكل. كنسدو مزيان الاطراف، ومباشره بلا ما نريحوا العجينه ولا والو كناخذوا الدلاك ديالنا وكنرجعوا نطلقوا العجين على الشكل ديال المستطيل، يكون يعني بحال الشكل ديال المستطيل اللي طلقنا في الاول. بالنسبه لكم اذا كانت حسيتوا ان العجينه ديالكم ما كتمشاش او خاصها ترتاح، يمكن لكم تخليوها ترتاح باش تسهل عليكم. انا خدمت بها مباشره، فمن بعد ما كنطلق على الشكل ديال المستطيل كنطويها على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. كندير هذه الطريقه كنكررها جوج ديال المرات، نبقاو دائما مستمرين نفس الطريقه، وكنطوي العجين ديالي للمره الثانيه بنفس الطريقه. صافي وكيكون العجين المورق ديالي جاهز. دابا غادي نحتفظوا به في الثلاجه، غادي نخليوه ضروري يرتاح هذه المره، عاد غادي نبداو نخدموا به. بينما العجين ديالي كيرتاح غادي نحضر الان الحشوه اللي غادي نحتاج لها انا مجموعه من الخضار. عندي البصل مقطع مكعبات صغيره، عندي كذلك القرع الاخضر او الكرجات مقطع مكعبات صغيره، ايضا الجزر نفس الطريقه او الخيزو، وعندي الكرنب او ليشو، وعندي كذلك الفلفل الاخضر مقطع بنفس الطريقه. كنزيد لهم شويه ديال الزيت النباتي شويه ديال زيت الزيتون، وكنشحرهم على نار هادئه حتى كيتشحروا ويطيبوا. من بعد كنزيد قطع ديال الدجاج او ديك الرومي او الصدر ديال ديك الرومي، يمكن لكم تستعملوا اللحم المفروم اذا بغيتوا. كنشحروا حتى كيتبدل اللون ديالو، وعاد كنزيد التوابل. انا ما بغيتش الحشوه ديالي ندير فيها التوابل بزاف، بغيت الخضار يبقى المذاق ديالهم باين، فغادي نستعمل غير الفلفل الاسود او الابزار والملحه على حسب الذوق، وغادي نستعمل شويه ديال الاعشاب الملسمه. يمكن لكم تستعملوا بطبيعه الحال اي توابل مفضل عندكم. كنحرك كل شيء حتى كتنشف لي الحشوه تماما من الماء، وكنطفي عليها ونخليها حتى كتبرد، ونزيد عليها القليل من الجبن المبشور. العجين ديالي هو واجد، كيف ما كتلاحظوا التوريق كيف كيكون، كيجي واحد العجين جد رائع وكيجي مورق. انا خديت نص ديال العجين بعد ما ارتاح، وكنبدا نطلقو بواحد السمك اللي يكون شويه رقيق. من بعد ما طلقت العجين كناخذ هنا جوج قطاعات، كناخذ وحده اللي تكون شويه كبيره وحده تكون اصغر منها. علاش؟ لاننا غادي ناخذ الدائره الصغيره ديال العجين غادي نديروا فيها الحشوه، والدائره اللي تكون اكبر غادي نغطيو بها داك الحشو. فغادي نبقاو مستمرين حتى كنقطعوا العجين ديالنا كامل. من بعد كناخذوا الدائره الصغيره كيف ما قلت لكم، كنحاولوا اننا نديروا فيها كميه من الحشو اللي يكون برد تماما، وضفت له شويه ديال الفرماج، وندهن الاطراف ديال العجين او ديال الدائره بشويه ديال الماء باش غادي تلصق لي، باش يلصق لي فوق منها العجين الاخر. كناخذ الدائره الاكبر وكنلصقها فوق من الدائره الصغيره وفوق من الحشو، وكنسد جيدا بالاصابع ديالي بهالطريقه. من بعد عاد كناخذ فرشيطه وكنحاول انني نعاود نسد الاطراف جيدا على هذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا. صافي كنوضع الحبه ديالي في الصينيه اللي غادي تدخل الفران، وغادي نبقى مستمره دائما بنفس الطريقه وبنفس الشكل حتى نسالي الكميه ديال العجين. بالنسبه لواحد التذكير، بالنسبه للعجين اللي كيشيط يعني اللي كيشيط لنا بالتقطاع، ما نجمعوش يعني ما نعجنوش، فقط كنجمعوا شي فوق شي وكنطلقوه هكاك، ما نعجلوش نهائيا، الى عجلناه ما غاديش يبقى لنا مورق. هنا من بعد ما ساليت عمرت اول صينيه اللي غادي تدخل الفران، كندهن بالبيض. انا استعملت هنا بيضه كامله، زدت عليها شويه ديال الصلصه الحاره باش تعطيني اللون وتحيد لي الزفوره ديال البيض. من بعد ما دهنتهم كنزين هكا بالموس، كتبقى اضافه اختياريه، اذا ما بغيتوش ديروها ماشي مشكل، كيعطي واحد المنظر جميل من بعد ما كيطيبوا هاد المملحات.
صافي. من بعد غادي نرش شويه ديال البافو او البذور ديال الخشخاش، غادي نخلمو لحد داولي الفران يكون مسخن من قبل، نار تكون متوسطه اذا كان فرن غازي، واذا كان فرن كهربائي 180 درجه كتشعلو غير لتحت كيف ما العاده حتى كيتحمروا لتحت، عاد كتشعلو لهم باش يتحمروا الفوق. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا، كيجيو هائلين جدا لذاد، وديك العجين داك العجين مورق كيجي هشيش ومورق بزاف. نتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا رائعه. اذا عجبتكم ما تنساوش كيف ما العاده ديروا جيم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تنساوش كذلك تعليقكم الرائع اللي دائما كتشجعني نعطي المزيد والمزيد. شكرا بزاف للمتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.